ربنا يخليك يا طنط، والله ما كان لي لازمه كل التعب ده. ما كفايه انت تعبت معانا يوم الدفنه. اه جدا. دينا لو سمحتي. ايوه. هو جاب لك حاجه؟ اه هو ايه اللي هناك ده؟ بتنجان. ممكن انا ما خدتش بالي، هي مش دي التيشيرت اللي انا جبتها لمجدي؟ صح مش كده؟ اه. وانا عمال اقول واقول واقول فعلا انا شكيت والله، عشان لسه ماسكه من هنا شويه. مش مشكله، هبقى اغسلها واديها لك. ميرسي ميرسي. الله، ده بتنجان مخلل كان ما كنتش شايفه من عندي كده، افتكرته بلح. مش عارفه يا طنط. عارفه يا طنط؟ ايوه. واضح ان انت نسيتي تفرمي التوم. التوم كويس والله. بس معلش معلش. اه والمكرونه البشاميل دي كمان مالها رخا؟ ليه بيحطي بالطين على الوش؟ مش بيضه واحده؟ ليه حاطه بيضه؟ ايه مش عاجبك؟ لا لا، بس كانت هتبقى احلى بالبيضتين. اه عشان كده اكلت نصها بس. معلش عملته بالهنا والشفا. الله يهنيك. اه ورق العنب. عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا لا، ده انا هقول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني، انا عايز ما اصلي المغرب احسن بالشكل ده هتفوتني. ايه؟ هي زعلت ولا ايه؟ خلص المسلسل. هاتي الدالي، هاتي الدالي على ابو ظبي. مين الدالي؟ اه سعد الدالي، ما تعرفوش؟ انا سعد الدالي، انت مين؟ ما تعرفوش؟ معقوله؟ هتقولها تشوف. ولا اقول لك استنى، هاتلها مسلسل فيفي. مسلسل فيفي بتاع كيداهم، هتلاقيه على 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 نايف دراما. ولا استني، لا استني يا طن، اتفرجي على مسلسل ماجد المصري على نايل كوميدي. هاتي نايل كوميدي، هاتي ماجد المصري. ايه ده؟ انت هتخلص على مسلسلات مصر كلها؟ حلو قوي. استنى السنه دي هو هيفضل قاعد لحد امتى؟ الفجر قرب يبدا. انا اذنك يا عادل. انت من هنا؟ عندي بالك عندي كده. معلش عشان ما تقطعيش، بس طب بسرعه بسرعه. خريش عشان ال منور منور. ربنا يخليك يا طنط، ربنا يخليك. احضر سحور؟ ربنا يخليك، مش عايزين نتعبك. ولا ممكن يا طنط، ممكن شويه محشي من اللي كانوا على الفطار دول، لان بصراحه عديت عليه بسرعه كده ما لحقتش ايه استطعمه. اهو حتى بالمره اقول لك ناقصه ايه وكده. اسمع يا جدع انت، انا طبيخي كل الناس بتحكي وتتحكى بيه، ها؟ يقولوا يا سلام على طبيخك يا حاجه، يا سلام على نفسك في الاكل يا حاجه، ما حدش فيهم يقدر يقول لي نص كلمه، فاهم؟ انت زعلتي ولا ايه؟ انت زعلتي ولا ايه يا طنط؟ وانت مالك انت؟ انا بس كنت عايزه مش هتقدر تغمض عينيك.